بينضم لينا زميلنا محمد سعيد من الامارات الان. محمد، الحمد لله على السلامه، وطمنا على بعثه النادي الاهلي عندك. الله يسلمك يا محمد، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. عايز اطمنك ان البعثه وصلت بسلامة الله منذ حوالي ساعه ونصف الى مطار ابو ظبي الدولي، وفي هذه اللحظات وانا معاك الاتوبيس والحافله تتوجه الى مدينه العين، يعني بطل بالظبط حوالي 30 كيلو متر على الوصول الى مدينه العين، وان الفريق خلاص يدخل معسكره المغلق والاستعداد بقى لهذه المباراه الهامه. لكن اطمنك ان الحاله جيده جدا، الفريق في حاله استعداد ممتازه، الدفعه المعنويه الهينه بعد الفوز امبارح في الديربي امام الزمالك مخليه في انتعاش لدى الفريق. طب محمد، احنا شفناك يعني في الظهيره، وشفنا طبعا تفاعل يعني الجماهير مع لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز في القمه. عايز اسالك عن استقبال الجمهور للنادي الاهلي في الامارات. كان في عدد من الجماهير استقبلت البعثه فور الوصول لمطار ابو ظبي الدولي، الجماهير تواجدت لتشجيع الفريق، كان سعيده بوجود فريق النادي الاهلي. دايما الجماهير الاهلاويه او الجماهير المصريه تحديدا لما الاهلي بيصل للامارات بتبقى حريص على التواجد مع الفريق في المطار، بتتحرك معاه كمان لغايه المكان بتاع المعسكر وفندق الاقامه، بيبقوا حريصين كمان على معرفه مكان اقامه فريق النادي الاهلي، بيتحركوا معاه في كل مكان. فالجمهور كان متواجد وكان في اشاده كبيره جدا وترحيب من الجماهير كمان تحديدا مع الكابتن حسام البدري المدير الفني، تحيه وتقدير واثناء، وطلبوه حتى كمان هم بيحيوه بضروره الفوز على المصري في مباراه السوبر. وكابتن حسام كان رده ان شاء الله خير باذن الله، ما تقلقوش، هنشتغل ونجيب بطوله جديده كمان للنادي الاهلي. لكن عايز اقول لك كمان من ابرز اللقطات اللي لقطناها يعني او شفناها داخل مطار ابو ظبي، استقبال سفير جمهوريه مصر العربيه هنا في الامارات العربيه المتحده. نعم. السفير وائل جاد كان حريص على استقبال الفريق داخل مطار ابو ظبي، وتحديدا بعد الجوازات مباشره كان متواجد هو وطاقم العمل من السفاره بالكامل، كان متواجد داخل المطار لاستقبال فريق النادي الاهلي، وكان على راس المستقبلين بالتاكيد طبعا سياده السفير. وكان بالنسبه لفريق النادي الاهلي كان الكابتن حسام البدري المدير الفني، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي لقطاع كره القدم، والكابتن طارق الحفيظ ده مدير الكره. ويمكن كمان دار حوار بين معالي السفير مع الكابتن زيزو، خاصه ان الكابتن زيزو يعني تذكر معاه ذكريات مباراه السوبر الاولى اللي كانت في نفس الملعب، ملعب اشباع بن زايد، الاهلي حقق فيها اول سوبر اقيم خارج جمهوريه مصر العربيه. لكن اطمئن في الحاله جيده، والفريق خلاص يعني تقدر تقول بعد ربع ساعه يكون خلاص وصل لمدينه العين. الاهلي هيقيم خلال الثلاث ايام القادمه باذن الله في العين استعدادا لهذه المباراه، مباراه المصري باذن الله. كان في جلسه ما بين كابتن عبد العزيز عبد الشافي وسياده السفير وائل جاد، هل كان عشان يعني يطمن كابتن عزيز عبد الشافي على اجراءات لقاء السوبر؟ اه بالفعل، هو الاجتماع او اللقاء يعني تناول كمان الحديث عن استقبال الفرقه وتسكين الفريق والاحتياطات اللي واجب اتخاذها مع الفريق خلال الايام القادمه، وايضا متابعه الباقي يمكن مؤمن زكريا المفروض يعني في طياره اخرى بعد لحظات قليله ستطلع من القاهره للوصول الى ابو ظبي، سيكون عليها مؤمن زكريا والكابتن سمير عدلي. حتى معالي هو مؤمن كان عايز يعني كان لسه ما خدش الفيزا. مؤمن هو الموضوع مؤمن تحديدا انه بياخد تاشيرتين في توقيت واحد، تاشيره المملكه العربيه السعوديه انه هيخرج للسعوديه من الامارات، وايضا تاشيره الامارات، فكانت هذه الاجراءات تحتاج مساحه وقت اطول. لكن كمان يعني دور كبير جدا للسفاره المصريه مع النادي الاهلي في مساله الاجراءات والانهاء التاشيرات خلال الفتره الاخيره. لكن مؤمن اقدر اطمنك ان هو يعني خلاص قدر ان هو ينهي موضوع التاشيره، ومعاه كابتن سمير، وبعد لحظات قليله هيطلع من الطائره اللي من القاهره لابو ظبي، يعني يقدر يوصل باذن الله على فجر غدا باذن الله الاربعاء، هيكون مع البعثه باذن الله. يعني هيكون في التمرين غدا ان شاء الله باذن الله. يعني ده فيما يتعلق بمؤمن زكريا. لكن معظم يعني الاحاديث او اللقاء كان عن دور السفاره والمتابعه الخاصه بالمباراه، وبالتاكيد كابتن زيزو كمان كان في لقاء قبل كده مع السفير ايام ما كان الاهلي بيلعب مباراه السوبر الاولى في ملعب الزاع العام قبل الماضي. طب محمد، انت كنت مع اللعيبه السفير كان بيطمن من الكابتن حسام البدري عن الفريق وعن المرحله القادمه، هو قال حتى لقاء خاص معانا ان هو زي ما كان بينتهي امبارح بالامس في تدريب فريق النادي المصري، كان ضروري كمان ان هو يكون النهارده استقبال فريق النادي الاهلي. طب محمد، وجودك في الطائره مع لعيبه النادي الاهلي، وحتى دلوقتي في لقطات في وجودك معاهم في مطار القاهره الدولي، في حاله ابتسامه كده موجوده بين
لعيبه النادي الاهلي، هل حاسس ان الفوز على الزمالك مديهم انتعاشه نفسيه وفي محطه مهمه جدا قبل السوبر؟ اقول لك اطراف الحديث مع الجميع يعني لاعبين او جهاز فني، انك انت بتلعب ماتشات الفتره الاخيره بشكل جيد جدا، وضغط المباريات والاصابات عامل لود كبير جدا على الفريق، فكنت محتاج مباراه تفوقك بشكل كويس في توقيت مهم وتدي دفعه للجهاز واللعيبه وايضا ثقه للجماهير كمان في فرقتك خلال الفتره الجايه. كل العوامل دي اتجمعت في مباراه القمه امبارح. ده نقدر نقوله من الكلام حتى اللي استشفيته من الكلام مع الجهاز او مع اللعيبه، والحاله دي الجهاز الفني بيستثمرها بشكل جيد جدا قبل مباراه المصري. يعني حتى كابتن حسام وانا بتكلم معاه في هذه الحاله المعنويه، انا بستثمرها في انها بدي دفعه للعيبه، وفي نفس الوقت بقفل صفحه الزمالك عشان نركز في مباراه المصري. حتى وانا معاك على الطياره وانا واصل دلوقتي لابو ظبي وبستعد، كل تفكيري دلوقتي في مباراه المصري. اللعيبه نفس الموضوع، فانت بتجمع بين حاجتين، ما بين الدفعه المعنويه، والدفعه المعنويه دي بتخليك تركز انك تحقق بطوله ثانيه بعد اربع ايام، لان طبعا لا قدر الله اذا ما قدرتش تفوز او تحقق بطوله، كل ده هيبقى له قيمه له بعد الفوز على الزمالك وتحقيق 3 نقاط للنادي. في النهايه انت بتلعب على طول. طب محمد، عايز اطمن على حاله سعد سمير. كابتن حسام امبارح في المؤتمر الصحفي في حديثه معانا في قناه النادي الاهلي قال ان سعد جاهز بنسبه كبيره جدا، هل في حوارك مع الجهاز وحوارك مع سعد انت شايفه وهو في مطار القاهره وحتى الامارات، هل سعد انت شايفه جاهز حتى نفسيا؟ سعد جاهز مع الفريق، لكن هي مساله ان سعد بالظبط بقاله 4 تدريبات دخل المران الجماعي. نعم. ما كانش عنده مساحه وقت ان هو يقدر يخش في التشكيله في مباراه الزمالك، لكن مباراه المصري انت بتتكلم في 3 تدريبات، يعني انت بتتكلم في لعيب بقى بالظبط بقاله اسبوع في مران جماعي، فحته نعم. المشاركه الاساسيه في مباراه المصري يعني حسب ما سمعنا من الكابتن حسام قد يطرا من يعني عدد من التغييرات على التشكيله اللي لعبت مباراه الزمالك في مباراه المصري. نعم. هل ده من ضمنها هيكون سعد سمير؟ هل ده من ضمنها هيكون لعيبه اخرى في خط الهجوم؟ كل ده هيبان خلال التدريبات القادمه، لكن كابتن حسام اكد في تحديدا في موضوع سعد ان هو موجود معاه وسعيد بعودته في التوقيت الحالي، وفي نفس الوقت بيدي ثقه ايضا كمان ان عنده كمان ايمن اشرف وعنده محمد هاني اللي ظهروا بشكل جيد خلال الفتره الاخيره في مركز المساك. طيب بكره التمرين هيبقى الساعه كام يا محمد؟ لسه البرنامج الزمني للتدريبات خلال ال3 ايام القادمه لم يتحدد بعد، يعني انا سالت الجهاز الفني طاروا النصور البروجرام الخاص بالفريق خلال الفتره القادمه، ان يتحدد كمان مواعيد الاكل والتدريبات والتحرك والمحاضرات اللي هيتم الجهاز الفني عملها مع الفريق، كل الامور دي مجرد ما الفريق يصل ان شاء الله الى فندق الاقامه هيتم تحديد برنامج زمني لكل هذه الاجراءات خلال الساعات القادمه باذن الله. زميلنا محمد سعيد من الامارات مع بعثه فريق النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.